صبحكم الله بالخير اللي يشوفنا في الصباح، ومساكم الله بالخير اللي يشوفنا في المساء، واللي يشوفنا في الليل نقول له تصبح على خير يا الحبيب. عودة جديدة وحلقة جديدة لبرنامجكم، برنامج رتب حياتك على قناتي في اليوتيوب. موضوع اليوم موضوع جدا مهم، راح نتكلم عن الاستهتار، وبالتحديد الاستهتار بالنفس. هناك طبعا أنواع متعددة من الاستهتار، ممكن أنك تستهتر بالمال، ممكن أنك تستهتر بأمور كثيرة في حياتك، بالوقت غيره، لكن راح نتكلم بالضبط عن الاستهتار بالنفس، لأنه هذه قضية مهمة مهمة جدا. تعرف ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى عطاك الروح، الروح أغلى ما تملك، لأنه هي حياتك، بدون الروح أنت جثة ميتة. هذا شيء. بعد الروح تجي صحتك، انزين، بعد الروح تجي صحتك. إذا ما اهتميت بصحتك، سواء من ناحية التغذية، نفس الشيء العادات اللي تتبعها، طبعا جسمك راح يتضرر. نتكلم في قضية مهمة جدا مرتبطة بهذا الموضوع، ألا وهي قضية قيادة السيارات. في طريق هنا موجود عندنا في السلطنة، أنا لن أذكر المنطقة لأنه نحن ما حابين أنه والله نشير للأشخاص والأماكن قدر ما نشير للفكرة. فالفكرة هي أنه في استهتار واضح بالنفس في هذا الطريق. يعني لما تسوق في اليوم الخميس مثلا، وأنا أصور هذا الفيديو، تحصل الناس مثل المجانين في هذا الطريق، مثل المجانين. يعني سبحان الله، على سرعة 120 يدخل أمامك بدون إشارة، يعني أمور كثيرة تحدث في هذا الطريق، نسأل الله لنا ولهم السلامة. لكن لو الواحد تفكر فعلا يسوي هذه الأشياء كلها، وين نهايتك؟ يعني لو صار لك حادث، وين نهايتك؟ مقعد، أو أنه مثلا حالتك صعبة، عالة على الدولة، عالة على أسرتك قبل كل شيء، تريد تعيش بهذه الحياة؟ ما أعرف إذا الواحد يريد يعيش كذاك، هذا شورة. لكن المؤسف أنه أحيانا ما يضر نفسه بهذه الحركات الغبية، وأنا أقول أفعال وحركات غبية، لأنه الشخص بنفسه مش غبي. هذه الحركات اللي يعملها حركات استهتار وغباء، ممكن أنها تبتعد عنه لو أنه شوية اهتدى وتعقل. فالمهم خلونا نطلع شوية، أنا عندي مشوار بسيط لمركز صحي الأخوير، بعد ما أخلص المشوار هذا راح أخبركم ببعض الأمور البسيطة وأمثلة حية على هذا الموضوع. خليكم معانا وراجعين إن شاء الله. ورجعنا لكم من جديد بعد المشوار الخفيف للمركز الصحي اللي خبرتكم عنه. مثل ما تكلمنا قبل ما أطلع للبريك والفاصل، أنه الشخص لما يعمل مثل هذه الحركات الاستهتارية في قيادة السيارة، ما يضر نفسه فقط، يضر الآخرين كذلك. وهنا المشكلة، أنه الآخرين يقعوا في حوادث وغيره، ويقعوا ضحية للحوادث اللي يرتكبها الشخص الأحمق هذا، والفعل الأحمق من الشخص هذا. انزين، مثل ما خبرتكم في مثال حي راح أعرضه. تشوفوا هذه الأصبع، هي أصبع فقط، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم إيش؟ من ناحية التركيب، من ناحية الروحانية، من ناحية الجسم، من كل شيء. الله سبحانه وتعالى أعطاك الأدلة، أعطاك البراهين، أعطاك الأمور اللي تسير فيها حياتك. لكن لما تستهتر وتخرج عن الصراط المستقيم، عن الطريق المستقيم اللي الله رسم لك إياه، تقع لك حوادث مثل هذه، تصبح إنسان مستهتر، تصبح إنسان لا مبالي. فهنا هذا الأصبع سبحان الله، شوف فقط أصبع، والجرح اللي في هذا الأصبع طوله 3 سنتيمتر وصار له خياطة. هذا الجرح الصغير وقفني عن أمور كثيرة، أمور بسيطة في الحياة، اللي هي مثلا الأزرار للأقمصة، ونفس الشيء للدشداشة وكذا. يعني تعطلت في أمور كثيرة بسيطة مثل هذه، فما بالك لما واحد يعمل حادث ويجلس مقعد. تعبت منابر الجمعة من النصائح، وتعبت أجهزة الدولة، الشرطة طبعا هذا واجبها أكيد، ونحييهم على هذا ومستمرين فيه، وينصحوا الناس، ودائما سبحان الله على فترات العيد تزيد الحوادث. ليش الاستهتار؟ عسى أنه هذه الرسالة إن شاء الله تصل للقلوب، أتمنى فعلا أنها تصل للعقول والقلوب، أتمنى أنكم تساهموا في نشر هذه الرسالة. شكرا على تعاونكم، ومع السلامة.